اسمي احمد جمال مقبل، اخذت دوره في ار اف عن طريق جي اي زد. رشحني الاستاذ مؤيد اللبدي، استاذ المركز التدريبي المهني بمدينه جنين، رشحني لهي الدوره. تم الاتصال بي عن طريقه انه في دوره، فوافقت لاني بدي اعرف انا هذا النظام اللي قاعد بفوت على البلد، لانه في المستقبل تقريبا قاعد هو النظام اللي بده يمسك البلد، فلازم نعرف شو هذا الجهاز، نعرف كيف بيشتغل، صيانته، مشاكله، كيف بتركب النظام هذا الجديد. فيه عليه اقبال. من خلال مشاركتي بدورة الـ VRF انطلقت بالسوق، صرت اعرف النظام. اي زبون بده يشتغل عن طريق الـ VRF ممكن اساعده، ممكن اشتغل انا، امسك المشروع تاعه عن طريق برضه شركات تساعدنا انه ننطلق بالسوق. وكان جي اي زد عرفنا على شركه سامسونج على اساس اي مشروع بيجينا نقدر ننسق مع شركه سامسونج نشتغل فيه. مسكت شغل شركه الشافعي مدينه جنين، هي شركه كبيره، وكنت يعني الفني المفضل عندهم حاليا. من 4 سنين أنا ماسك شغلهم بمنطقة جنين. الطلاب اللي أنا دربتهم في منهم استمر بالسوق لأنه صار يمتلك صنعة، صنعة ممتازة جدا، بيقدر توفر له دخل وحياة كريمة. مع المتدرب أحمد المشهور من رمان، متدرب ندربه على طريقة تركيب المكيفة. أول إشي ناخذ قياس قياس الحماله، بعدين بنرجع بنحط الماسوره على الجهاز الداخلي، بنمشي الصمونه على طريقه انه تضلها ماشيه طريقه سلسه على الجهاز بدون ما تفرك معنا. لازم تمشي صح تتوقف هيك. يا احمد انا بكون الاشي اللي تعلمته من جي اي زد علمتك اياه.